السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الأول في المحور الرابع تواصل الفنون. قصة الاستماع النهاردة زيارة إلى المدرسة. عايزين نسمع القصة ونركز فيها كويس جدا ونبتدي نطلع فيها التنين اللي احنا أخدناه. يلا بينا علشان نسمع القصة. في طابور الصباحي فاجأنا المدير بخبر زيارة وفد في اليوم التالي ليتعرفوا على ثقافة بلدنا مصر. تحمس جميع التلاميذ وقرر بعضهم التدرب على أداء النشيد الوطني بالآلات المصرية الأصيلة، العود والناي والمزمار والدف والطبول. جلس خالد حزينا، فجاءت المعلمة وسألته: ماذا بك يا خالد؟ لماذا أنت حزين هكذا؟ رد خالد: لن أستطيع المشاركة في استقبال الوفد. فتعجبت المعلمة متسائلة: لماذا؟ فأجاب خالد: لأنني لا أحب الغناء ولا أستطيع العزف على الآلات الموسيقية. سكتت المعلمة قليلا، ثم سألت خالدا وأصحابه: هل الغناء والموسيقى هما الطريقة الوحيدة للتعريف بثقافتنا؟ فأجاب أحمد مسرعا: لا، فالرسم من الفنون التي تظهر ثقافة البلد أيضا، لذا سنقوم بعمل معرض صغير لعرض لوحاتنا التي تعبر عن حضارة مصر وجمال مناظرها وعراقة تاريخها. نظر أحمد لصديقه خالد وقال له: ولكنك يا خالد لديك موهبة رائعة تستطيع المشاركة بها. فتعجب خالد من كلامه وفكر وهو يردد كلامه: موهبة رائعة، هل تقصد الكتابة؟ ردت المعلمة: بالطبع يا خالد، فأنت كاتب ماهر. هيا يا خالد فكر وقرر ماذا ستقدم لنا. كان يوم الزيارة حافلا، حيث بدأ التلاميذ بإنشاد النشيد الوطني وبعض الأغاني من التراث مع العزف على الآلات. ثم قام الوفد بزيارة المعرض المدرسي الذي كان يضم لوحات وأعمالا يدوية بسيطة. وفي نهاية الزيارة ألقى خالدا شعرا من تأليفه تحدث فيه عن مصر وحضارتها وتاريخها العريق، فأبهر الجميع بشعره وصفقوا له. أبدى الوفد إعجابه بهذا التعريف عن الثقافة المصرية وتمنى أن تكرر الزيارة مرات ومرات. طيب، بعد ما استمعنا للقصة وبدأنا أن احنا نطلع الكلمات المنونة اللي موجودة في القصة أو الكلمات اللي آخرها تنوين اللي احنا سمعناها، عايزين بقى نعرف كان ايه معنى القصة دي أو ايه المقصود بيها. القصة دي الأول كان فيها ثلاث شخصيات، الثلاث شخصيات دول هم أبطال القصة. مين هم أبطال القصة؟ خالد، أحمد، المعلمة. القصة بتبتدي لما المدير الصبح في الطابور قرر أو أعلن إن في وفد جاي يزور المدرسة. طب هو يعني إيه وفد أصلا؟ الوفد ده بيبقى مجموعة من الناس بيبقوا مختلفين عننا شوية في المعلومات أو في الثقافة، أو هم بيعيشوا في مكان بعيد عننا وبيجوا مكان أو بيقرروا إن هم يروحوا دولة معينة، مدرسة معينة، مكان معين علشان يتعرفوا على ثقافة الناس اللي عايشين هناك. يعني بياكلوا ازاي، بيلبسوا ايه، بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، الحاجات اللي هم متعودين يعملوها في الأعياد، كل الحاجات دي احنا بنقول عليها الثقافة بتاعتنا. خالد وقف محتار علشان ما كانش عارف يقدم حاجة يعرف بيها ثقافة بلده اللي المفروض هيعرضها قدام الوفد. لما لقى ان كل الناس قررت ان هي هتعزف وهتتجه للموسيقى كنوع من انواع التعريف بالثقافة، ولجأوا للآلات الموسيقية اللي معروفة ان هي آلات موسيقية مصرية زي العود، المزمار، والناي، وإلى آخر الآلات اللي احنا قلناها في القصة. قعد خالد حزين شوية ومتضايق: أنا ممكن إزاي أساعد؟ أنا عايز
ان انا اعمل حاجه واشارك بس مش عارف انا ممكن اقدم ايه. وهنا المعلمه لاحظت عليه ان هو حزين، ولاحظت عليه ان هو متضايق شويه، فبدات تساله وتفكر معاه، انت يا خالد زعلان ليه؟ طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ ودي كانت الاسئله او الطريقه اللي بدات المعلمه توصل بيها لحل مع خالد. وبعد كده عملت مشاركة مع باقي الزملاء وقالت لهم هو في طريقة تانية نقدر نوصل بيها أو نعرف بيها ثقافتنا وتكون حاجة غير الآلات الموسيقية؟ يعني لو حد ما بيعرفش يعزف وما يعرفش يشتغل على الآلات الموسيقية يقدر يعرف عن الثقافة المصرية تاني إزاي؟ وهنا اتدخل واحد ميلو أحمد وبدأ يقول طبعا في انواع كتير من الفنون احنا نقدر ان احنا نستخدمها ونعرف بيها عن ثقافتنا المصريه، زي الشعر وزي ان انا ممكن اكتب مقال وانواع كتير من الفنون. وبالفعل هنا بداوا يفكروا معاه وقالوا له انت كاتب كويس جدا وعندك موهبه، ازاي ما تستغلش الموهبه بتاعتك؟ وهنا احنا بنتكلم على ان كل واحد مننا عنده موهبه، جايز انت مش عارف ايه الموهبه اللي عندك، بس لو فكرت وركزت هتلاقي ان في حاجه انت بتحب تعملها، وطالما بتحب تعملها فانت هتبدع فيها بعد كده لو انت فكرت وركزت فيها، والحاجه دي بتبقى اسمها موهبه. وهنا بيبان دورنا احنا كافراد او كناس عايشين في المجتمع وعايشين في مصر ان احنا ازاي نعرف عن ثقافتنا ونعرف او نتكلم عن الثقافه بتاعتنا ونتكلم عن مصر بشكل كويس يجذب كل الناس لينا وكل الناس تسمعه، وفي الاخر بنقول ان دي موهبتنا اللي احنا مبسوطين وفرحانين وبنبدع فيها. وده فعلا اللي عمله خالد، ان هو راح عمل شعر وقالوا في نهاية الحفل بعد طبعا ما الوفد سمع النشيد الوطني وشاف في المعرض الرسومات والحاجات اللي بتعبر عن الثقافة المصرية. وده اللي احنا بنقوله في الاخر، ان انت لازم يكون عندك موهبة، الموهبة دي لازم تكون نافعة، يعني لازم ان انت تستغلها في حاجة تكون كويسة وتنميها. وربنا ما خلقش اي واحد مننا الا وهو عنده حاجة مختلفة، احنا كلنا مختلفين عن بعض، لكن لازم 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 نفكر كويس ايه الحاجة المختلفة عن باقي الناس. طيب دي التدريبات بتاعتنا الموجودة عن القصة، هنشتغل بيها عادي. السؤال الاول سيزور المدرسة، هنختار، وبعد كده هنفكر في الكلمة التي قالها خالد يوم الزيارة وهنعبر عنها بجملة. وهنا انت مش لازم يكون ليك اجابة معينة، انت هتفكر هو ممكن يكون اتكلم عن مصر ازاي. افتكر او فكر كويس وابدأ شوف او عبر بجملة معينة انت ممكن تتكلم عن مصر ازاي زي ما خالد اتكلم بيه عن مصر.